تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معايا اليوم المبدع في الإعداد أستاذ يوسف سعد، والتنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نذكركم مستمعين الأعزاء بالاستفادة من الخدمات المميزة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة دوائي، وأيضا خدمة الواتساب على الاتصال على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-3-4-2. وأيضا مستمعينا الأعزاء نذكركم بموضوع التبرع بالدم تحت شعار قطرة دم تنقذ حياة إنسان، وأيضا يمكنكم بالتواصل على الرقم نفسه المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-3-4-2. ومستمعينا الأعزاء، قبل لا ننتقل إلى فقرة التوعية بناخذ معاكم هذا الخبر من منظمة الصحة العالمية تدرس فعالية أدوية الإيدز في علاج كوفيد-19. أعلنت كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية أنهم يدرسون فعالية أدوية لابينوفير وريترونوفير المستخدمة في علاج الإيدز في علاج كوفيد-19، وستقدم أيضا تقييما أوليا في المستقبل القريب. وقالت أيضا الباحثة الكبيرة أنه في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف درس فريق الخبراء أدوية عديدة وأوصى باختبار 4 أو 5 منها سريريا. وهذه الأدوية هي هيدروكسيل كلوروكين وأيضا ريموتسفيرز، دواء جديد تم استخدامه ضد الأبولا، وهو أيضا مزيج من لابرونوفير وريترونوفير بالإضافة إلى الانتروفيرون. وقد بدأت هذه الاختبارات في نهاية شهر مارس 2020، وحاليا في سجلاتنا 4500 مريض. وقالت أيضا الباحثة ندرس حاليا النتائج الوسطية لاستخدام لايبرونوفير وريترونوفير من أجل معرفة فيما إذا كانت هناك إشارات ما، لأننا نريد الحصول على جواب واضح، هل استخدام هذا الدواء يخفض معدل الوفيات أم لا؟ وإذا كان لا يخفض فهل له تأثير إيجابي، مثلا يخفض عدد المرضى الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية للرئتين؟ وإذا لم نجد أي تأثير إيجابي له فلا داعي للاستمرار في اختباره. وأكدت أيضا الخبيرة أن منظمة الصحة العالمية ستعلن عن تقييمها الأولي لنتائج استخدام الدواء لابرونوفير وريترونوفير، كما أن المنظمة تدرس أدوية جديدة أو طرق علاج أخرى لتقييم فعاليتها. وأما الآن نأخذ فقرة التوعية ومع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رنا إبراهيم، وموضوعنا اليوم أطعمة وفيتامينات للمحافظة على صحة العين. أستاذة رنا صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. اليوم موضوعنا رح يكون عن الفيتامينات المهمة لصحة العين. طبعا معروف انه الفيتامينات من الاشياء الاساسيه التي تدخل في كل اطعمتنا، ويمكننا ايضا تناولها كمكملات غذائيه. وهناك العديد من الفيتامينات المهمه لصحه العين، ويمكن لنقص هذه الفيتامينات ان تقلل من دفاعات العينين وتضعف وظيفتها. ان سلامه الجسم تعتمد على سلامه الغذاء وقيمته الغذائيه، وبما ان العين هي جزء من الجسم فهي تحتاج الى غذاء جيد لتقوم بوظائفها على اكمل وجه.
الآن سوف نذكر بعض الفيتامينات المهمة للمحافظة على صحة العين. نبدأ بفيتامين سي. فيتامين سي هو من أهم الفيتامينات أيضا للحفاظ على المناعة، وكذلك هو مهم لصحة العين لأنه يمكن أن يسيطر على الالتهاب في العين، وهو أيضا جزء لا يتجزأ من إنتاج الكولاجين، وهو ضروري لإصلاح أي ضرر في أنسجة العينين. نعم. من مصادر المصادر الغذائية في فيتامين سي الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، وأيضا الفراولة، الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ، الخس، البروكلي، وأيضا متواجد في الطماطم والبطاطا الحلوة. المصدر الثاني من الفيتامينات هو فيتامين إيه. فيتامين A يعتبر من مضادات الأكسدة، وهو يعمل على حماية قرنية العين من أي ضرر، وقد تم ربط هذا الفيتامين بتسريع عملية الشفاء في العين بعد التعرض للإصابة أو الجراحة. ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى عدم القدرة على الرؤية في الضوء الخافت أو في الليل، وكذلك يسبب جفافا شديدا في العين وظهور أنسجة بيضاء متجمعة في الملتحمة مع وجود حكة في العين. طبعا من المعروف من مصادره المشهورة اللي هو الجزر، اللي بيحتوي على نسبة عالية بالفيتامين A والبيتا كاروتين أيضا، نعم. والبيض، والحليب، والألبان، والسبانخ. نعم. ثم في عنا فيتامين إي. فيتامين إي أيضا يعتبر من مضادات الأكسدة المهمة للمحافظة على صحة العين، ومن مصادره الزيتون، الفستق، والبندق، السمك، والبيض. أيضا يوجد لدينا فيتامين بي 2 الذي يساعد على تقليل خطر الماء الأبيض. الماء الأبيض هو نوع من أنواع اللي ممكن تصيب أمراض العين، اللي هي ممكن تعمل على رؤية ضبابية. ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى عتمة في عدسة العين والتهاب ملتحمة العين. من المصادر فيتامين بي 2 من ضمنها الحليب، البيض، اللحوم، الأسماك، الحبوب والبقوليات، وأيضا الخضروات الورقية الخضراء. نعم. ويوجد لدينا أيضا فيتامين الزنك. الزنك موجود بتركيزات عالية في أنسجة العين، وهذا المعدن جزء مهم لتخفيف الالتهاب والقضاء على الأشياء التي يمكن أن تسبب مشاكل في الرؤية. وأيضا الزنك يضمن سلامة الشبكية ويساعد على تحسين الرؤية الليلية. ومن مصادرها الفاصوليا والبقوليات، من ضمنها العدس. وأيضا الأحماض الدهنية أو الأوميجا 3، هذه الدهون المضادة للالتهابات مفيدة لسلامة الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، حيث يمكن أن تمنع أي ضرر للعيون التي تحدث عادة بسبب مرض السكري. موجود في السمك وخاصة سمك السالمون والتونة. وآخرا في عنا اللوتين. اللوتين وهو موجود في تركيز عال في مركز الرؤية، ويعمل على التقليل من تطور مرض اختلال مركز الأبصار المرتبط بتقدم العمر، وأيضا تقليل من خطر الماء الأبيض. من مصادره البروكلي، البازيلا، والسبانخ، والخضروات الورقية الخضراء. فإذا نستنتج من كل هذه الفيتامينات أن التغذية السليمة أو التغذية الصحية التي تحتوي على النظام الغذائي الذي يحتوي على تناول الخضروات والفاكهة، فبإمكاننا الحصول على أغلب هذه الفيتامينات، وأيضا تناول البروتينات التي طبعا حتحافظ على صحة الجسم كامل، وأيضا من ضمنها صحة العين. نعم. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رنا إبراهيم، كل الشكر والتقدير، شكرا لك. شكرا، مع السلامة. مستمعينا الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل بنستضيف الدكتورة غادة خليل أخصائي طب أسنان الأطفال، وبيكون حديثنا عن طب الأطفال. خلكم يانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية لبرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا خلال هذا البرنامج مستمعينا الأعزاء نستقبل اتصالاتكم وملاحظاتكم وآرائكم على الأرقام 600-55-1414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
نجحت هيئة الصحة بدبي في تقديم جميع خدماتها الطبية لمتعاملين معها كافة من جميع الأعمار وفي كل التخصصات، وذلك في وقت الذروة وفي فترات المكافحة الشديدة لفيروس كورونا. نجحت أيضا هيئة الصحة بدبي كذلك في تقديم خدمات نوعية عبر مختلف التقنيات الذكية ومنها التطبيب عن بعد. مستمعينا الأعزاء، حديثنا اليوم يرتكز على هذه الخدمة التي وفرتها الهيئة تحديدا للأطفال وفي تخصص طب الأسنان، ويسعدنا أن تكون معنا الدكتورة غادة خليل أخصائي طب أسنان الأطفال في هيئة الصحة بدبي. دكتورة غادة صباح الخير. نور يا مرحباكم. الله يحييك دكتورة. الله يحييكم. لو نتحدث بداية عن فكرة التطبيب عن بعد وأهمية هذه الخدمة دكتورة. طبعا نحن في زمن او بالاحرى فتره وايد مهمه خصوصا فتره الكورونا، فاحنا حاليا في المرحله الثالثه اللي تعتبر حالات الكورونا اقل يعني تقل من بتزيد، وهذا شيء وايد زين حقنا. ففي هالمجال احنا اداره الاسنان او الخدمات الطبيه عندنا هيئه الصحه بدات التطبيب عن بعد، اللي هو الولي الأمر يقدر يتصل على هيئة الصحة اللي هو برقم 800-342 ويطلب موعد مع أخصائي الأطفال الأسنان عبر الهاتف. فإحنا كأطباء أسنان نتواصل دايركت مع الولي الأمر ونقيم الحالة، هل هي حالة طارئة، هل هي تحتاج الحالة للعلاج السريع العاجل، أم أننا نقدر نخليها نأخرها لما تكون العيادات كلها نقدر نقدم جميع الخدمات. لأن حاليا أكثر الخدمات نقدمها الخدمات الطارئة أو الأشياء اللي تحتاج لازم العلاج الآجل، يعني ما نقدر نأخرها. صحيح. وعشان إحنا أطفال نحبهم وما نباهم يتعرضون لأي خطورة تعرض للكورونا أو الفيروس، ففتحنا الحين عيادة الأسنان الأطفال في عيادة الصفا اللي هي العيادة خالية من الكوفيد 19، خالية من الكورونا، وتكون بس مواعيد. فالآلية المواعيد كالتالي: عبر الهاتف يأخذون موعد، إحنا نتصل فيهم نشوف شو عندهم، نقيم الحالة، بعدين نعطيهم مواعيد يجون العيادة، فنكون مهيئين. صح. يدخلون على الوقت، ما يتأخرون، نقدم العلاج اللازم، والعيادة خلاص هي خالية من الكوفيد 19، ويكون أريح حق الأهل والأطفال. نعم. أيضا دكتورة غادة، لو نتحدث عن الشهور القليلة الماضية، كيف كانت يعني خدمات طب الأسنان للأطفال وإلى أي مدى تم توفيرها؟ طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة غادة في البداية أن يعني خدمة طبيب لكل مواطن أكيد يعني من الخدمات المميزة الحقيقة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، وخدمة يعني فيها كثير من المميزات. يعني أيضا يعني في حال إذا دكتورة مثلا احتجتي أو المريض احتاج إلى الدواء، ممكن أيضا أنتم من خلال خدمة طبيب لكل مواطن ومبادرة دوائي ممكن تستفيدون منها التطبيقات الذكية في هيئة الصحة. صحيح. فبس باتصال واحد لهيئة الصحة يتواصل الطبيب، فإذا شاف الحالة بس مجرد تحتاج أدوية معينة نبدأ نسجل في السيستم، عقب عن طريق دوائي هم يوصلون الدواء للبيت، حتى ما له داعي الشخص يطلع من البيت ويعرض نفسه لأي مشاكل صحية تكون في هالظروف الموجودة حاليا. صحيح. فهذا وفر أولا، قلل عرضة الشخص للإصابة بالكورونا أو تفادي أصلا حتى أنه يكون في أي يعني كيف أقول يعني هي أنه يكون أي تواصل، أو مثلا يطلع في مكان يكون فيه مزدحم، أو مكان صحيح. يكون مثلا العيادة تكون يعني معظم ليون حق فحص الكورونا، فإحنا ما نبغى نعرض الشخص سواء كان الطفل أو كبار السن أو حتى الأشخاص يعني بصحة وسلام، ما نبغاهم أصلا نعرضهم لشيء ما له داعي. فبهالخدمة وفرنا وايد وايد أشياء على المواطن، وحتى غير المواطنين إنهم ما يتعرضون لأي خطر من الكورونا من غير أي داعي. إذا محتاجين أدوية نوفر لهم، إذا محتاجين إنه في بعض الأحيان تكون مجرد استشارات يكون هم يخافون من شيء، يكون موضوع جدا طبيعي، مثلاً في مثلاً من الأطفال أو الضرس يتحرك، إن هذا مرحلة طبيعية الضرس بيطلع مكانه، ف
فما له داعي يبون الطفل والعيلة كلها تي العيادة ونعرض الطفل والعيلة لخطر ممكن يصاب أي حد فيروس ولا شيء شيء. فهالشيء وايد وايد وفر عليهم، بالعكس ساعد في توعية المراجعين من ناحية الاهتمام بالأسنان، وتوعية حتى نوع الأمراض الموجودة في الفموية، والتواصل المستمر بين الطبيب والمريض هذا أو المراجع هذا وايد زاد الثقة بيننا، وفر عليهم أشياء، خفف في التعرض لهم إنه يتعرضون يطلعون برا البيت لشيء غير طارئ. وحتى هذا لاحظنا في إن استقبال المرضى كانت معظمها تكون حالات طارئة يعني جدا، يعني تستدينهم وجودهم في العيادة، نادر ما يأتي لنا حالة إنه كان ممكن نعالجها أو ما يحتاج إنه أو ممكن أجله بعد الفترة الحرجة الحالية. صحيح دكتورة، طبعا يعني في ظل الظروف اللي مرينا بها يعني نحن خلال الفترة وما زالت يعني كانت في أيضا يعني كانت صعوبة هناك في التوفير أو تقديم هاي الخدمات، ولكن يعني البرامج اللي تم وضعها من قبلكم وأيضا برنامج طبيب لكل مواطن والبرامج يعني الحقيقة يعني التطبيقات الذكية اللي أطلقت هيئة الصحة بدبي سهل كثير على متعاملين هيئة الصحة بدبي يعني الاستفادة من الخدمات الصحية أيضا يعني في ظل الظروف الصعبة اللي كانت تواجه العالم الحقيقة. دكتورة غادة، لو نتكلم عن نحن سمعنا الحقيقة أنه بيتم من اليوم تحويل الأطفال من المركز عندكم إلى مركز الصفا، حب نسمع عن الآلية هاي وإن كان صحيحا طبعا كيف يتم الحصول على موعد لمراجعة الطبيب المختص؟ الحمد لله بدينا اليوم فتحنا عيادة الأطفال الأسنان في الصفا. نعم. واخترنا الصفا لأنها مثل ما قلت أنها واحدة من العيادات الخالية من كوفيد 19 من كورونا، وهذا حفاظ على صحة الأطفال. آلية المواعيد تكون كالتالي: إذا كانت حالة طارئة أو صاروا في العيادات اللي عندك البرشة أو ند الحمل مستقبل الحالات الطارئة، الطبيب العام يقيم وبيحاول بيعطي موعد ويانا احنا عند الاطفال، او يتصل احنا بالنسبه للاسهل يتصل على مركز اطفال هيئه الصحه. نعم. يطلب موعد مع طبيب الاسنان اطفال، فهم بيعطونا موعد، يكون شو موعد على الهاتف على التليفون ان احنا نتواصل ويا الشخص نساله كيف نشوف الطفل شو يحتاج، هل هو يحتاج فعلا العلاج الحالي ولا في مشكله ولا شيء، ان احنا نقيم الحالات افضل منهم يجون. صحيح. وآخر شيء إنه ما نقدر نعطيهم الخدمة لأن مو كل الخدمات بعدنا فاتحين عشان ما زلنا في زمن في المرحلة الانتقالية مات الكورونا، فحاليا نركز على الحالات الطارئة أو الحالات اللي لازم تستدعي العلاج السريع اللي ما نقدر يعني نأخره. فهذا الشيء وايد مهم إنه أولا يتواصلون ويانا بطريقة مباشرة بالتليفون، نعرف الأعراض كلها، ممكن حتى يعني يستشيرون في كل الأشياء وإحنا بعدين نرتب لهم المواعيد. فآلية المواعيد مثل ما قلت لك يا بالتليفون وإحنا نتواصل ياهم عشان نقيم الحالة، أو إذا كانت الحالة جدا حرجة يعني هم صاروا العيادة البرشة أو عيادة ند الحمر يشوفهم الطبيب العام وبعدين هو بيحولهم الموعد يعني دايركت. فهالآلية حاليا. نعم. دكتورة غادة، كلمة أخيرة تحبين توجهينها مع التغييرات الجديدة هاي بخصوص موضوع تحويل الأطفال من اليوم من مركز ند الحمر إلى الصفا لمستمعينا الأعزاء بخصوص يعني خدمات الأطفال الأسنان في هيئة الصحة بدبي؟ الأطفال إنهم يتصلون على رقم الاتصال المباشر من هيئة الصحة دبي 800-342 ويطلبون موعد مع طبيب الأسنان الأطفال، بيكون هالموعد عبر التليفون، إحنا نتصل فيهم نستفسر كل نقيم الحالة وخلاص نحجز لهم الموعد، فيكون خلاص يجون على الوقت ويكون في عيادة الصفا عيادة خالية من الكوفيد، ما يتأخرون نعالجهم ويكون في المراجعة الدورية طبعا عقب العلاج الطارئ اللي نسوي لهم. نعم. فهذا أفضل شيء إنه يوفر لهم إنهم ما يطلعون من غير داعي، يكون شيء خلاص يعرفون يعني حرام الشخص والأهل يطلعون كلهم يعرضون نفسهم يسوون عيادة ند الحمر ولا البرشة. صحيح. وهاي تعتبر بعدها عيادات تتعامل مع الكورونا، فالأفضل الاتصال وحين نقيم الحالة
ونوفرهم الخدمة بأسرع وقت ممكن. نعم. دكتورة غادة خليل، أخصائي طب أسنان الأطفال بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك، وموفقين إن شاء الله في الخدمات الجديدة وأيضا تحويل الحالات إلى مركز الصفا. شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بتكون معنا الدكتورة ندى الملا، وحديثنا معها مع دخول موسم الامتحانات تزداد مسؤولية الأهل في رعاية الأبناء. حول هذا الموضوع إن شاء الله بنستضيف الدكتورة ندى الملا، مدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي. ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، خلكم يانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعينا الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، مع دخول موسم الامتحانات تزداد طبعا مسؤولية الأهل في رعاية الأبناء، وخاصة مع نظام الامتحانات عن بعد أونلاين الذي يتطلب بدوره المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية، وأنا أقدر أضيف أيضا النفسية، وبالشكل الذي يحفز الطاقة الإيجابية لدى أبنائنا الطلبة ويدعم مثابرتهم واجتهادهم. للحديث مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع، يسعدنا ويشرفنا دائما أن تكون معنا اليوم الدكتورة ندى الملا، مدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ندى، صباح الخير. الأحد اللي يحبك كل أحد، صباحكم إيجابية أول يوم في الأسبوع. الله يحييك دكتورة. جميل وإيجابي إن شاء الله. دكتورة، أنا اليوم غيرت الموضوع. على راحتك يا عبد الله عادي. الصراحة يعني يوم يعني تشوف المحاور، فقلت دكتورة ندى الملا اليوم طبيبة، ودكتورة ندى الملا أيضا مديرة، وأيضا أم، وأيضا شيف، وأيضا معلمة. فهاي دكتورة الخلطة كلها الحقيقة، إذا تحدثنا معاك اليوم بنكون إحنا خلصنا جميع المحاور. فخلنا دكتورة ناخذ معاك التجربة الحقيقة اللي موجودة عند ندى الملا كطبيبة، وتشوفين مرضى بشكل يومي، وأيضا تديرين يعني أحد المراكز الرائدة في هيئة الصحة بدبي، مركز ند الحمر، ومعلمة لأبناء فترة يعني مثل ما ذكرنا في البداية الامتحانات والدراسة عن بعد، وأيضا شف وعندك برامج، وأيضا يعني ربة بيت، وكل هاي الخلطة وكل هاي الحقيقة يعني الخبرة نحب أن تشاركين إن شاء الله اليوم مع مستمعين الأعزاء، ونسمع منك دكتورة في هذا الموضوع. أول شيء شكراً لضيافتي اليوم، وشكراً أنت غيرت الموضوع يا عبد الله، خليت الموضوع يعني نقول خفيف ولطيف، يعني شوية كسر روتين عن المواضيع العادية. نعم. طبعاً مثل ما أنت قلت ما شاء الله، يعني في أكثر عن دور ألعبه في خلال يومي، ووايد من الأمهات نفسي يعني عندها وظيفة وعندها عيال وتعليم عن بعد امتحانات وبيت وغيره وغيره وغيره. نعم. فالموضوع في كثير من الأمهات لما يشوفون مثلي أنا مثلاً، الحمد لله أنا دائماً نشيطة في وسائل التواصل، فالناس تشوف حياتي بشكل يومي كيف يمشي يومي، فتحس الموضوع ممكن مستحيل أو صعب، أو إن هناك مثالية في الموضوع، إن هذه أكيد مديرة مثالية، موظفة مثالية، أم مثالية، طباخة مثالية. هذا بعيد تماماً عن المثالية، وأنا دائماً أحب أبرز هالشيء، ما في إنسان مثالي، إحنا كلنا نحاول نقدم قدر المستطاع. الصبح في الدوام أنا موظفة ومديرة وعندي موظفين وعندي مشاكل في الدوام وعندي تحديات الدوام، أحاول إني يعني أجابلها وأحلها. صحيح. أنا عودت نفسي إنه، وأنا أحس هذه وحدة يعني لو نسأل أي حد ناجح في حياته يقول لك السر إن أنت لازم تفصل عملك عن بيتك. نعم. لو بدأ العمل يصل إلى البيت بشكل يومي خلاص ما صار عندك حياة أصلاً، وخلاص تدخل في هالدوامة. فأنا عودت نفسي من بديت إن أنا لازم أفصل، يمكن الفصل عشان أنا سويت مديرة صعب 100%، يعني مستحيل مثلا أقول لا والله ما أوصل البيت أبدا ما أجاب الدوام، هذا طبعا مستحيل. نعم. لكن 60%
80% من دوامي يتم في الدوام، ال 40% اللي يستوجب لنا اجاب له من البيت اجاب له، لكن ما اكون موجود يعني ما اكون عقليا مع الدوام طول الوقت في البيت، لان كل شيء لازم تعطيه حقه. ولأن ننكر الموظف السعيد والأم السعيدة هي اللي تكون تعطي في كل مجال وتعطي حق لكل شيء. فطبعاً هالفترة خصوصاً هي فترة استثنائية، هي التعليم عن بعد الأبناء تجربة جديدة للجميع. صحيح. نحن كطاقم طبي يعني واجبنا كان نكون على خط الدفاع الأول، ما قعدنا في البيت، إحنا نبغى نخدم الوطن في الفترة، لأن إحنا الحين الجنود في الفترة. صحيح. فشوي كان الموضوع عن أول شهر للأمانة كنت وايد ضايعة في الموضوع، ومو بعارفة كيف أجاب العيالي وكيف أخليهم، وعندي طفلين أصلاً صغار وما في حد معاهم في البيت، وأنا في الدوام وأبوهم في الدوام. لكن بعد أول شيء أهم شيء الأمهات أول شيء لازم تعدون عن اللوم. اليوم الأم تبتدي تلوم نفسها، أنا مقصرة أنا مسوي، وتقارن. هالمقارنة هي تقتل الأمهات أخوي عبد الله. نعم صحيح. صح. شوف ربيعتي عيالي بعدهم شطار، ربيعتي عيالي محلون كل الواجب، ربيعتي عيالي يحضرون كل، هذه المقارنة تدمر الأم، تحولها الأم عصبية، أم غير قادرة على الإنتاج. لا نقارن بين بعض، لا نقارن، نبقى نسب أختك أو ربيتك أو زميلتك أو أيا كان، أنت ابذلي قصارى جهدك، طالما أنت تسوين قصارى جهدك راح تكونين أنت مرتاحة. وأهم شيء بعد لازم نشارك الأبناء. أنا ما أدري ليش الأمهات تحس عمرها إن هي لازم تكون البطلة وتسوي كل شيء، لازم ما تطلب من عيالها أن يساعدونها. ليش تطلب من عيالك يساعدونك؟ يعني مثلا لو عندك مثلا طفل شوي مثلا بنت او ولد مثلا 10 سنوات 12 سنه، ممكن تقول زين شويه جاب الاخوك الصغير، ما في مشكله يشيل عنك جزء. صحيح. مثلا الاخو اللي شويه اكبر يهتم الاخو الصغير. لازم في نحمل الابناء جزء من المسؤوليه حتى لو كان صغير، ما نقول هذا ما يفهم. زراعه الثقه والمسؤوليه ايضا يعني تنزرع عند الطفل من يعني من صغره، وهذا من طبعا صغرة. نعم هذا ينتج، هذا يطلع الطفل القائد، باكر بيكبر بيصير قائد، بيصير ياخذ قراراته. وهاي كثير من الامهات تلاقيهم يشتكون منه، تقول احس طفلي ضعيف الشخصيه متردد. انت ازرعي في ثقه، قولي شوف انا بصير الدوام الحين، بس هذه مسؤوليتك انت، تقعد تستفيد ما تستفيد هاي مسؤوليتك انت. نعطيهم انه هذا جزء من المسؤوليه عليه هو، وبعدين انت تقومين باللي تقدرين عليه والطفل يقوم باللي يقدر عليه، كلنا راح نكمل. بعد اول شهر من التخبط الحمد لله الامور استتبت وكان زين. فتره الامتحانات كانت يعني مرحله شوي صعبه، خفنا يعني كيف امتحان عن بعد، كيف بيتم الوضع. الحمد لله تواصلنا. او شيء اهم شيء تواصل مع المدارس بعد يا جماعه، يعني نسال المدرسه. في كثير من الامهات تقول لا والله ما شو بقول حق مدرسه ولدي، اساليها اوكي شو المطلوب منه، كيف بيكون. في وايد مدارس سوت مثل تيست يعني قبل الامتحان باسبوع، راوتكم مثلا اختبار افتراضي، ها تعرفون تدشون على التطبيق، تعرفون تدشون على اللينك هذا يفتح ما يفتح. هذه كلها ترى تساعد المدارس، ما شاء الله مو مقصره، والاهالي ما شاء الله مو مقصرين، والحمد لله هذا وصلنا قريب نهايه السنه. صحيح صحيح. دكتورة طبعا يعني أنت تفضلتي في بداية حديثك بأن الجانب النفسي والعوامل النفسية مهمة، أن يعني كيف الأم يكون عندها يعني مهارات أنها تعرف كيف تتعامل مع الطفل. ناخذ تجربة الدكتورة ندى الملة، أن كيف تعاملتي دكتورة مع العيال عندك يعني من الجانب النفسي، وأصبح الموضوع يعني قبولهم لي يعني وجودهم في البيت يعني خلال المرحلة هاي، تساؤلاتهم بشكل مستمر يعني شو اللي صاير، ليش ما نطلع، ليش ما نسيل المدرسة. هاي طبعا أمور لابد أن يكون عندها الأم بعض المهارات، ويكون عندها بعض السلوكيات، ويكون عندها أيضا ثقافة أن تدعم الأبناء. فكيف كانت تجربتك دكتورة مع العوامل النفسية اللي تدعم الأولاد؟ طبعا لما تسكرت المدارس وصاحبت تسكير وايد من الأماكن، ألعاب وحدائق وغيره وغيره، طبعا الأطفال حسوا فجأة أن في شيء غريب قاعد يستوي. صحيح. خلينا نقول السر ان اول شيء الام تهيئ نفسها، يعني انا هيئت نفسي تتذكر المدارس وتتذكر الاشياء، وشرحت حق عيالي قلت لهم ترى شوفوا عشان وضع الكورونا راح تتذكر مدارس، ما راح نروح نسير هني ونسير هناك، ما راح نروح نطلع وشي، لكن راح نعوض به نشاطات داخل المنزل. لازم نشرح اخوي عبد الله، احنا المشكله انه وايد منا يعني يقول هذا يا شو فهمه، لا اشرحي له، قولي له بيسوي شي وليش يسوي شي، لا نعطيهم معلومات مغلوطه. ليش؟ لأن إحنا ننسى أحياناً أن الأطفال ترى يقعدون على أجهزة اللوحية فترة من الوقت، والأجهزة اللوحية ترى تعطيهم معلومات، لو معلومات الأجهزة اللوحية غير معلوماتك أنت،
هي راح يسوي تضارب. يعني عيالي شرحتهم قلت ترى ماما في كورونا الحين وعشان ما تنقل العدوى سكرت المدارس، سكرت الحدائق، سكرت الألعاب. الحين ولدي لما يسمع في فيديو من الفيديوهات اللي هو يتابعها يقول ماما تعرفين هذاك يوم كان يقول صح عشان الكورونا سكرت المدارس في دولة من الدول، فنفس المعلومة توصل للطفل فيكون عنده وعي أكثر إنه فعلًا شو قاعد يسوي في الدنيا. وعشان باكر ترى الأطفال لما يردون المدارس يردون المعلومة الصحيحة ويكون طفل واعي وفاهم، فهموا ليش قاعد أصلًا في البيت. هذا يساعد الأطفال جدًا. فأول شيء نشرح الأطفال، ثاني شيء لازم في الفترة اللي قاعدوا فيها اللي في البيت وبعدها ما شاء الله بعدنا مكملين 3 شهور في الصيف بعد الطفل يكون قاعد في البيت صحيح. أو 2 شهر تام في الصيف، لازم يكون لها تخطيط. التخبط هذا أنت ما تعرفين في الويكند شو راح تسوين أو بعد الصبح شو راح يسوي الطفل، هذا ينتج عنه شنو؟ طفل حنان وأم عصبية، لأن الطفل يكون ملول ملان وأنت ما عندك خطة شو راح تسوون. فالأنشطة ما شاء الله ممكن نسويها في البيت لا تعد ولا تحصى. صحيح. من مسابح للرياضة لين ألعاب البلاي ستيشن وغيره وغيره لين ألعاب الورق اللوحية هذه اللي يكون فيها بورد يحطونه ويلعبون عليها لين رسم لين فنون يدوية، وايد في أشياء ممكن نسويها، لكن لازم في تخطيط. إذا ما خططتي راح تلاقي اليوم يضيع، ما حد مرتاح، الكل معصب، الكل زعلان. التخطيط مهم جدا. والحين مع عودة الأمهات للعمل لازم الأم، يعني أنا عن نفسي فرحت أنا أقول أخوي عبد الله أنا من الأحد أخطط شو راح أسوي في الويكند في الإجازة في الجمعة شو راح نسوي، وين راح نسير، هل راح نقعد في البيت، هل راح نتمشى مكان، هل راح نمشي بالسيارة شوي ونرد. أخطط لهذا وأشرك عيالي أقول لهم إنزين يوم الجمعة شو تبون نمشي في السيارة نسير ناخذ قهوة نتمشى، ولا تبون نجلس في البيت نحط مسبح ونحطها لا ماما هاي الأسبوع لا سوي لنا حوض، اطلبينا من السينما هذا فراخ وما يعني هو جو السينما يستوي في البيت وخلينا نشوف فيلم عبد الفليم. دكتورة طبعا هذا الجانب نعم الجانب اللي انت تطرقتي فيه مهم وحيوي جدا، ان مرات نحن يعني الكبار نخطط، يعني بعض الأمهات يخططون مثلا حق نهاية الأسبوع، ولكن النقطة اللي أنت أثرتيها دكتورة هو مشاركة الأولاد. يعني مرات يكون تخطيطي أنا لنهاية الأسبوع واحتياجاتي أنا وطلعاتي طبعا تختلف عن رغبة الأطفال، فهذا جانب مهم دكتورة أنك أنت أيضا تشاركين الأطفال عندك بالنسبة للتخطيط، هل مناسب أنت تشوفين على أساس أنه أيضا تأخذين بالاعتبار رأيهم وشو اللي هم يحتاجونه وين أيضا هم يبون يسيرون؟ طبعا نرد نقول ترى احنا لما نشاور الطفل نحسس انه رايه مهم، انه مو مهمش في البيت مهما كان عمر الطفل. انا عيالي من كانوا صغار بعدهم ما يتكلمون كنت اقول لهم ها وين تبون نسير، مع انه ما يعرف يرد. عيالي من كان صغار اقول لهم تختار شو اللبس تبون تلبسونه، صح ممكن يطلع لبس غير مرتب لكن مو اختاره، ممكن بعدين نوجهه، لكن لازم ننمي في عيالنا الثقه ان يكون له راي ورايه يحترم. ما أسأل راية عقب أهمش الراية وما أخذ فيه، لا مثلا قال مثلا لا ماما مثلا خلينا نصير حديقة، لا حبيبي ما نروم نصير حديقة حاليا بسبب أنه والله ظروف الكوفيد وعشان الحر وشي زوين نصير مكان ثاني. أعطيه أنا اقتراحات لكن بعدني أحسسه أن راية مهم، وأن الراية لولا أن الظروف الحالية أو جو عشان شم كان ممكن نصير. فهذه كلها استثمار في عيالنا. صحيح دكتورة، الحقيقة يعني نحن مستمتعين في الحديث معك عن تجربتك الناجحة الحقيقة في إدارة الوقت وأيضا إدارة العمل وإدارة مسؤولية الأطفال ومسؤولية يعني البيت وكثير من المسؤوليات الحقيقة مثل ما ذكرتي في البداية أنها تحتاج إلى يعني جهد كبير. وهناك دائما دكتورة ندى في أيضا التحديات يعني خلال الفترة هاي، فكلمة أخيرة دكتورة أو نصيحة تحبين أنها تقدمينها للأهل وللأبناء بشكل عام؟ نصيحة أولا استمتعوا بتفاصيل حياتكم ويومكم واستفيدوا من خبرات الأمهات الثانيات. في واحد حكيم مرة قال في زمن من الأزمان قال استفد من خبرات الآخرين لأن ما في عمرك وقت كافي أنك أنت تختبر كل شيء. استفيدوا من خبرات الأمهات من غير مقارنة، المقارنة تقتل الإبداع في البيت وتقتل إحساس الأمومة. استمتعوا مع عيالكم، استمتعوا بأمان، شاوروا عيالكم، اقضوا الوقت في الكلام مع عيالكم، ترى هذه أوقات ذهبية لازم نستفيد منها. وإن شاء الله باش ترد المدارس يرجع يرجعون أطفالنا ونرجع إحنا ناس أفضل، تعلمنا شيء، طورنا من نفسنا، ما يكون هذا الوقت وقت ضائع، فاستفيدوا من هذا الوقت. دكتورة نحن نسينا آخر محور من محاور الحديث وتوقع ذكرناه للمستمعين وأكيد يحبون ينتظرون، ولكن على عجالة كيف الشيف الدكتورة ندى الملة تستغل أو تحصل وقتها لموضوع الطبخ على السريع دكتورة؟
صراحة دخل عيالي معي المطبخ. المشكلة الأمهات تقول لك ليه دش المطبخ، أنا عيالي دائما يدورون حوالين في المطبخ ويطبخون معي عادي. هذا عادي طريق عشان أم تقدر تطبخ، ولا غير هذا ما في مجال الطبخ. والطبخ يعتبر أفضل نشاط للأطفال، ينمي مهاراتهم ويشغلهم ويخليهم ما يحنون ترى، ويتعلمون مهارة. سبحان الله كان يعني يطلعون شيفات باكر، يطلع شيف زين، شيف زين ترى. صحيح صحيح. دكتورة ندى الملا مدير مركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة كل الشكر والتقدير لك، وشكرا أيضا يعني شاركتينا وشاركتي مستمعينا الأفاضل الكرام يعني تجربتك الحقيقة الناجحة في موضوع يعني إدارة العمل وإدارة الوقت، وأيضا إدارة يعني دور البيت والأبناء والدراسة ويعني المسؤولية الشاملة الحقيقة. كل الشكر والتقدير لك وألف مبروك دكتورة. شكرا، يعطيك العافية أخي عبد الله. شكرا، يعطيك العافية. العفو، شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم أيضا مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أيضا أمانة لا يمكن الاستهانة بها. في النهاية أشكر فريق العمل معي اليوم، كان في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.